لا تزال الميليشيات الإيرانية شمال شرقي سوريا مرتبكة ومتخبطة في اتخاذ قرارات تغيير المواقع لتفادي القصف الأمريكي المستمر. فمن الكهوف والمناطق الصحراوية إلى المناطق المدنية، بدأ الحرس الثوري الإيراني بدير الزور الاستيلاء على مؤسسات حكومية لتحويلها إلى مقار عسكرية، كاتخاذ شركة الكهرباء في الصالحية شمال دير الزور مقرا للقيادة، إضافة إلى الاستيلاء على مساكن مدنية في البوكمال وتحويلها إلى ثكنات عسكرية لقادة وعناصر الميليشيات الأفغانية التابعة للحرس الثوري الإيراني بعد طرد أصحاب هذه المنازل. مخاوف وتخبطات ميليشيات إيران على الضفة الغربية لنهر الفرات لا تقتصر على تغيير المواقع، بل وصلت إلى الحيرة في كيفية التنقل داخل المناطق، إذ بات قياديو تلك الميليشيات لا سيما الإيرانيين واللبنانيين منهم يلجؤون إلى السيارات المدنية ووسائل النقل العامة للذهاب من مكان إلى آخر، خوفا من استهداف الطيران المسير وفقا لما أفاد به مصدر سوري للعربية. لكن السؤال الذي بات يشغل بال قادة ميليشيات طهران في عموم دير الزور هو: من الذي يصور المواقع ويرسل الإحداثيات إلى التحالف والقوات الكردية؟ وللوصول إلى الجواب، جند الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبنانية عناصر من أهالي الميادين لجمع المعلومات ومراقبة المنطقة، سيما الرافضين لوجود ميليشيات طهران في المدينة وتقديم المعلومات لقادة الميليشيات. والفصيل الاستخباراتي هذا وفقا لمصادر سورية يتألف من 30 عنصرا خصصت لهم رواتب تقدر $100 أمريكي لكل عنصر ومكافأة لكل معلومة قيمة.